احنا بنرحب بالمهندس خالد عبد الله رئيس مجلس اداره شركه انتر كايرو وعضو جمعيه مستثمرين 6 اكتوبر في حوار الاخبار اليوم. اهلا وسهلا. في البدايه عايزين نبارك لحضرتك على الافتتاح بتاع المصنع الجديد ونعرف ايه خطوط الانتاج اللي بتقدمها وحجم استثماراته في السوق. الله يبارك فيك. احنا شركه انتر كايرو بقت 3 برانش، يعني 3 مصانع. احنا بننتج حوالي 42,000 طن قطعات ألمونيوم سنويا، بنصدر منهم حوالي 70% من توتال الإنتاج لحوالي 22 دولة عربية وإفريقية وأوروبية. حاليا احنا متخصصين في إنتاج قطاعات البروفيلات الخاصة بالصناعة زي صناعة السيارات والإنارة وصناعة الأجهزة المنزلية، صناعة الأبواب والشبابيك في الشبكة المعمارية. تمام. حضرتك اخر المصنع الثالث اللي فتحه الوزير من شهر، خطوط انتاجيه بالظبط؟ احنا ده كان عباره عن حجم استثماره كام، يعني الضخ فيه كام؟ هو كان اخر خط فتحه سياده الوزير كان مكلفنا حوالي 300 مليون جنيه، وهو عباره عن خطين لبصق الالومنيوم، فيهم خط يعتبر اكبر خط موجود في الشرق الاوسط كانتاجيه وكحجم، وبالاضافه الى خط للدهان الباودر كوتينج لجميع الالوان على اعلى مستوى، بالاضافه الى خط 4 خطوط خاصه بالخشب المونيوم اللي هو التلوين السطحي للمعدن. تمام. طب حضرتك هنتكلم دلوقتي عن مستقبل الاقتصاد في مصر بشكل عام، الرؤيه دلوقتي بعد الثوره من 30 يونيو 25 يناير لغايه دلوقتي الوضع فيه؟ لا، هو طبعا انا هقول لك الوضع طبعا يعني مش مبشر بالخير، لكن ان شاء الله هيبقى كويس. هو من ساعة 30 يونيو لغاية دلوقتي أكيد إن في ناس كتيرة كان في دماغها طموحات وأمال إنها تعمل استثمارات في مصر على أساس إن تحسن دور التنمية في مصر وتستفيد واستفاد أبناء الشعب، لكن الصراعات السياسية اللي كانت موجودة من 30 يونيو لغاية دلوقتي يعني أخفت رجال أعمال كتير وضيعت فرص كتير بصراحة مننا، وكانت نظرة من دول كتيرة إنها تستثمر في مصر أكيد راحت من بعد هذه الثورة نتيجة عدم الاستقرار وانتشار الفوضى في أحيان منها كثيرة. لكن أعتقد إن شاء الله الهدوء هيعود وبرضه هنبقى لسه ما زال نبقى بلد مجذبة للاستثمار. إنما لو إحنا حبينا نتكلم على معوقات الاستثمار بشكل عام فإحنا عايزين نقسمها جزئين. الجزء الأولاني إذا كان في استثمار قديم موجود ولسه ما زال المرافق ما كملتش فيه أو عندهم مشاكل خاصة بالرخص واستخراج الرخص لحتى الآن، وإحنا من ضمن الشركات اللي هي صعوبة في استخراج الرخصة بسبب الروتين العالي والبيروقراطية اللي موجودة بشكل يعني بصراحة يضايق، وفي نفس الوقت في مشكلة المتعثرين اللي موجودين اللي هو نتيجة إن مصانعهم وقفت بسبب إنه الفوضى، حالة الفوضى اللي كانت موجودة خلت عدم انتشار منتجاتهم بشكل اللي هم كانوا يطمحوا اليه. دي ده شق. الشق الثاني احنا ما نقدرش نجذب مستثمرين جدد ولا نقدر نقول ان احنا عايزين نعمل استثمار الا لما يكون في التربه الخصبه او في مقومات لانشاء مناطق صناعيه جديده تجذب المستثمرين، ويكون في قوانين استثماريه جديده بتساعد على جذب المستثمرين، لان احنا حاليا دلوقتي ما عندناش مقومات. يعني لو حب اي مستثمر يجي يخش مصر عشان يعمل استثمار اعتقد ان هو مش عارف ياخد حته ارض حتى عشان يحكم على المشروع ده، بالاضافه الى ان في مشاكل في الطاقه، مشاكل في المرافق بشكل عام. احنا عايزين نصلح وضعنا القديم وبعدين نمهد التربه للشكل الجديد ومن بعد كده نشتغل في جذب الاستثمارات عشان ما نضحكش على بعض. طب حاجه طرحت كام حاجه من ضمنها مشكله التعثر والقصه بتاعت المصانع والقصه بتاعت الطاقه. هنتكلم على التعثر دلوقتي، حضرتك في عدد المصانع وصل تقريبا 900 مصنع لغايه دلوقتي. 980 مصنع. 980 مصنع. ده قبل مسيره الوزير. ده اخر حاجه قالها في المصانع المتعثره. طب ده مشكله تعثر مالي او تعثر في التصدير؟ هو لا، هو تعثر امني، يعني قصه البنوك برضه هي عايزه تتقسم بقى. يعني 980 مصنع دول لو احنا فرزناهم بدون ان انا ما احط ارقام عشان ما اكونش يعني مش دقيق في الوصف. تمام. احنا في مصانع ما تنفعش ان احنا نقول عليهم متعثرين، دول بنقول عليهم مرتزقه. يعني في واحد مصنع مش عارف يسدد ثمن حصته السنويه في الارض، تمام، يبقى ازاي هو مشروع استثماري وازاي نسميه متعثر مش قادر يدفع يعني قيمه الارض اللي عمل عليها مصنعه؟
تمام. ده مش مستثمر. تمام. يعني ضمن يعني وفي يعني جزء كبير من هذا الشكل، وفي جزء قائم بالفعل من المتاثرين نتيجه ان الفوضى او حاله الفوضى اللي انتمت البلاد في خلال السنه اللي فاتت من ساعه تولي الاخوان الحكم وحاله الصراعات السياسيه اللي موجوده على الساحه حدت من نشاطهم وقللت من منتجاتهم فاضطروا للاغلاق، وبقى عندهم مشاكل وعبء مالي على البنك. دول اللي محتاجين مساعده في ان احنا نخفف عنهم اعباء البنوك والفوائد بحيث ان هم يرجعوا تاني. وكمان يعني احنا حتى يعني عشان نساعدهم لازم ندخل مركز تحديث الصناعه في مساعدتهم، لكن اعتقد ان المركز مش قايم بكامل وجهه، واعتقد ان الناس القائمين على مركز تحديث الصناعه غير مؤهلين ان هم يستخدموا اساليبهم في تحسين وتحديث الصناعه بحق وحقيقي. صحيح. طيب حضرتك دلوقتي القصه بتاعت التمويل، في مصانع دلوقتي بتقول لك انت متعسر عشان مش لاقي قروض تكمل شغلها في مصر عندنا، وفي مصانع بتقول لك متعسر عشان خاطر الامن ومشاكل الامن. طيب المحافظ الائتمانيه بتاعت البنوك اللي هي 60% متشاله في البنوك و40% شغالين بيها في السوق، حضرتك تقول لهم ايه؟ والله احنا يعني ايه، انا عايز اقول لك الحقيقه يعني مش عايزين نعلق فشلنا في موضوع على شماعات هوائيه ويبقى في مبررات ونعلق يعني فشلنا على شماعات وهيه، يعني الناس دي في ناس بيكذبوا على نفسهم كتير، لان هم كانوا عندهم طموح في ان الدوله تساعدهم في ان هم يبقوا مستثمرين اصلا، لكن هم ما يتحسبوش على يعني من المستثمرين، ان هم ما فيش مقومات خرجت من ايديهم لبناء الصناعه بتاعتهم، ما فيش الدراسات بتاعتهم ما قامتش على استمراريه ومواجهه الظواهر الغير طبيعيه زي اللي احنا بنتعرض لها. انا عن نفسي كمصنعي انا قامت الثوره 25 يناير ابتديت اشتغل في شهر مارس اعمل مصنع، فعملت مصنع اللي هو الثالث الثاني عملت مصنع خلص في شهر 12 وبدات من شهر 12 لشهر 12 عملت المصنع الثالث وما زالت الاحداث غير مستقره. فانا يعني مش هقول بقى لا، انا عندي دراسات، عارف انا حجم الطلب حجم العرض، عامل حسابات للسوق الخارجي، عامل حسابات للعراقيل اللي ممكن قد اتعرض لها، عارف ان احنا دلوقتي لو انا بنيت مصانع استثماريه في وقت ازمه لما يحصل وقت انفراجه هبقى انا مستعد ان انا اكسب واكسب الناس اللي حواليا هو لما بلدي. طب حضرتك بالنسبه للحكومه بتاعت الاخوان حكومه هشام قنديل وحاتم صالح والفتره اللي فاتت دي كلها، ايه تقييمك ليها على المستوى الاقتصادي مش السياسي؟ على المستوى الاقتصادي يعني هم ما حطوش خطه صحيحه للنمو. هم ابتدوا يعني تحصل معاهم مصادمات نتيجه الاعتصامات الفئويه ونتيجه ان في تخبط سياسي اثر عليهم بشكل اكثر من بشكل اقتصادي نفسه. هم ما اهتموش بالشكل الاقتصادي على قد ما اهتموا بالشكل السياسي، وده خلى الشعب بتاعنا يرفضهم. تمام. ما حصلش منهم معدلات تنميه واخطائهم كانت كثيره. يعني عشان كده ما فيش تعاطف من الشعب كان معاهم. واعتقد ان الحكومه الحاليه برضو في بعض الوزراء فيهم اخطاء كثيره بس مش كلهم يعني في بينهم يعني وبحنا على الجزء ده حضرتك هيرجعنا الفتره اللي فاتت دي كله بيتكلم عن القصه بتاعت حكومه البلبله وتمشي حكومه البلبله يحصل فيها تغيير، يطلع الرئيس في الكويت يقول لك لا احنا مش هنغير حكومه احنا فتره انتقاليه، برضو تقييم حضرتك الحكومه برضو في الشكل الاقتصادي؟ والله انا كان نفسي يعني هي احنا مش عارف احنا نبقى كدابين لو قلنا دي حكومه انتقاليه، اصل الحكومه فيها 34 وزير ما بقتش حكومه انتقاليه. انا عارف ان يعني كده بشكل عام واحنا درسنا ان احنا الحكومه الانتقاليه دي سبع ثمان وزراء هم اللي بيقوموا بتغطيه احتياجات البلاد وتغطيه المهام الوزاريه اللي موجوده للبلاد، وبتبقى دي حكومه انتقاليه مكونه بتبقى فتره مؤقته عشان نعمل عليها وزاره كبيره، لكن احنا اخترنا وزاره كبيره اصلا من الاول 34 فبقت وزاره، فالمفروض كان هم استغلوا الفرصه دي وكانوا هم بقوا عامل مؤثر جدا وكانوا هيأسسوا للوزارات اللي جايه من بعديهم ارض خصبه لاستمرار الاوضاع ووضع القوانين والاسس. طب حضرتك كنت شايف ايه ممكن يعملوا لنا؟ يعني ايه قدموه في الفتره الحاليه الفتره بتاعتهم الثمان شهور او العشر؟ لا اعتقد ان هقول لك اقتصادي برضه لا ما هو في اشخاص مش موجودين في اماكنهم اللي يعرفوا يستفيد منهم المكان، يعني في وزير مثلا ماسك مش عايز اسمي عشان ما ابقاش انا بتكلم وبغلط في حد، لكن في وزراء مش دي مكانهم مش مكانهم خالص ومش دي يعني اللي اتحطت معظمهم يعني بتاع سياحه وامسك صناعه مثلا مثلا يعني انت لا يعني انت حضرتك ما تغلطنيش لا
لا يعني هو باختصار في وزراء مفيش مكان، لكن في وزراء نشيطين. يعني انا ممكن اشكر في الناس لكن مش هينفع حد. انا ممكن اشكر في مثلا، طب تدي 10 10 لمين؟ لابراهيم محمد. طب 8 من 10 وادي للسيسي. السيسي طبعا ده 100%. لا مش علشان هو، لا عشان هو عمل كان يعني تعاطف الشعب معاه، لكن انا باصص لاسلوبه في الاداء وان هو بيتعامل على امن مصر حاليا الخارجي والداخلي بحكمه واصرار، مش عشان انا عايزه رئيس جمهوريه ولا انا عشان عايزه ان انا بعمل له دعايه واعلان لحاجه. لا هو قايم بدوره على اكمل وجه في انه حافظ على امن البلاد داخليا وخارجيا. يعني ترشحه للرئاسه؟ والله احنا اعتقد انه ما كانش في بديل ارشحه طبعا للرئاسه، لكن هو اعتقد يعني ايه، انا مش عايز حتى لان احنا في الام مضاد خارجيا حاليا دلوقتي، فان هو لو ترشح للرئاسه بقى ده موضوع انقلاب، مع ان ده ما كانش انقلاب، دي كانت ثوره فعلا حقيقيه واعتقد انها كانت اقوى من 25 يناير كمان. صحيح. لان احنا اذا كنا خلصنا من نظام كان مهرتل وكان ضعيف، احنا خلصنا من نظام اقوى منه كان هيمسك بعديه. صحيح. فهدول فعلا دي الثوره الحقيقيه 30 يونيو. انا اعتقد في اعتقادي كده، ومش معجبه من الاخوان ايه؟ طيب حضرتك يعني انا مش مهاجم الاخوان، الاخوان حاولوا ما في وسعهم الا انهم فشلوا في اداره البلاد، ولو كانوا نجحوا كان حلق الشعب كله متعاطف معاهم، لكن هم فشلوا في اختياراتهم، فشلوا في افكارهم، فشلوا في علاقاتهم الخارجيه والداخليه. طب حضرتك لو انت وزير في الحكومه او المجموعه الاقتصاديه بتاعت البلاد دلوقتي، ايه اهم قرار تطلعه دلوقتي يطور الصناعه والنمو؟ اول قرار هطلعه، انا اتمنى ان انا اكون وزير الاستثمار. اول قرار هعمل اجتماع على مستوى وزاري مصغر، ابتدي فيه اخطط لمصر وانشئ مناطق صناعيه جديده اوصل لها المرافق واستفيد بثمن المرافق دي، اجيبها من ثمن الارض. واعتقد ان احنا موقعنا الجغرافي والاقتصادي والسياسي مؤهل ان احنا نكسب استثمارات لو احنا عملنا بنيه تحتيه للمناطق الجديده. احنا محتاجين، احنا خلاص احنا يعني الدخل من الزراعه في مصر اللي هي مصر 3%، فما ينفعش نقول احنا عايزين نعمل مشاريع استثماريه بنضحك على بعضينا. احنا ناجحين في الصناعه والتجاره، ناجحين لان احنا عندنا الموارد الزراعيه لا تتفق مع مساحتنا، فاذا الزراعه لن تنجح عندنا، ناجحه عندنا الزراعه، ناجحه عندنا الصناعه، التجاره، واستغلال المواني البحريه اللي موجوده عندنا. احنا مش بنستغلها يعني، من ضمن كمان ان احنا مصر مش مستفيدة من طول الساحلين البحر الأبيض والمتوسط، ما فيش غير أربع تقريبا مواني فقط هم اللي بنستغلهم، مع إن إحنا المفروض إن كل بحر من دول يبقى فيه عليه 15 ميناء كل واحد منهم على الأقل، لأن ويشتغل تجاريا ومع دول غنية ومع دول نستطيع نعمل معها تبادل تجاري يخدم مصر كثيرا. الصناعة والتجارة إحنا دول المفروض إن إحنا نبص لهم من البصة، لأن هو موقعنا بيقول كده. فأهم حاجة إن احنا هننشئ مناطق صناعية جديدة نوصلها المرافق، نعمل قانون استثمار جديد في إغراءات استثمارية لجذب المستثمرين وبنية تحتية، هنلاقي معظم في مشاكل هتسقط تلقائيا، يعني مشكلة البطالة هتسقط تلقائيا، الازدحام في العواصم لو عملنا مدن صناعية مختلفة في أنحاء الجمهورية الازدحام هيخف، السكن أزمة السكن هتخف لأن معظم الناس اللي بتشتغل في مصانع بعيدة أو في مناطق حرة بيفضلوا السكن جنب المنطقة الصناعية بتاعتها، يعني في مشاكل هتسقط تلقائيا بإن احنا نعمل مصانع أو نعمل مناطق صناعية جديدة. تمام، حضرتك ده لو وزير ده صحيح. طيب حضرتك لما بنتكلم عن القصة بتاعت مركز تحديث، أنا أغلب الشغل اللي بشوف فيه اللي هو نظام تنظيم مؤتمرات معارض بره الناس تشارك فيها، كاهتمام بالصناعة نفسها في مصر، أنا شايف من وجهة نظري إن ملوش دور. فعايز أعرف حضرتك من وجهة نظر. انت بس خد بالك بعيدك 99% من الشعب في وجهه النظر دي. طب حضرتك ازاي برضه نطور الشغل بتاع تحديث الصناعه؟ لا تحديث الصناعه في دعم بيجي له منحه ب 1% بس كده. انا عارف ان تحديث الصناعه ده بيقوم على يعني خبراء وعلماء ومتخصصين هم اللي يقوموا بالدور، لكن انا شايفهم بيهتموا بالشكل الاداري وبيستفيدوا بمعاناه الخارجيه، وحتى في سوق في توزيعها. وانا اعتقد ان كان في شركه جات لنا السنه اللي فاتت، السنه اللي قبل الثوره اللي اسف، كانت مرشحه تحت الصناعه شركه من المانيا، وكانت هتعمل معانا دوره قيمتها 150 الف يورو، عملت اول دوره وخدت 35 الف يورو. احنا فوجئنا ان هم ضحكوا على وزاره الصناعه واحنا ما استفدناش منهم حاجه، غير ان هم جابوا واحد قعد معانا اسبوع
قاعد يحلل ويعمل ويرسم حاجات من دماغه مش واقعيه في المصنع، وعملوا شيك ب 35000 يورو من اتحاد الصناعه وخدوه جم عشان يعملوا المرحله الثانيه معانا، احنا رفضنا وقلنا احنا ما حدش يضحك على بلدنا. ربنا يكرمك. رفضنا وبعتنا جواب لاتحاد الصناعه قلنا لهم الناس دي نصابه والناس دي جايه عشان تستغل فلوس تحت الصناعه فقط. هم بياخدوا الدعم ويرجعوا تاني. ويا ريت يعني يعني انتوا بتضحك علينا من الدعم اللي بيجي وبيجوا بعتنا ناس ياخدوه فعلا، وتحت الصناعه موافقه على كده. ده دليل ان مفيش ناس ذات خبره وناس ذات معلومه ان احنا نستفيد ازاي كتصنيعه تستفيد منها. مفيش يعني انا كده خدت انطباع سيء عن تحت الصناعه، مش انا بس كل المصانع اللي حوالينا. طيب حضرتك هتكلم عن القصه بتاعت الدعم مع الطاقه والغاء الدعم ورفع الدعم والقصه دي برضه، تقييم حضرتك ليها ايه دلوقتي؟ انا هقول لك على حاجه، احنا طبعا ايه هو اللي بيزعل الناس، بس هو مش الناس مش عارفه تفهمه الحل. اللي بيزعل الناس ان هو بيفوجئ برفع اسعار الطاقه بدون انذار مسبق. انما احنا في كل الاحوال، انا هقول لك على سر، احنا ما زلنا ارخص بلد في العالم في اسعار الطاقه. ازاي؟ الناس كلها بتشكي، انا بحضر جمعيه رجال الاعمال اتحاد صناعه كل هو اللي مضايقهم، اللي مضايقهم ان احنا يعني انا فوجئ مثلا، انا ممكن افوجئ الشهر ده ان اسعار الكهرباء ارتفعت بصل راجع من شهر 6 وابتدي ادفع عن كده، ودي حصلت معايا في الكهرباء وحصلت معايا في الغاز وحصلت معايا في الميه بدون سابق انذار ولا بدون سابق انذار. يعني حتى مش مثلا ما يطلعوا قرار، يعني المفروض يطلعوه ويقول لك اعتبارا من التاريخ القادم، يعني لازم يكون في فتره سابقه علشان نبتدي نطبق فيها علشان حتى كل واحد يقدر يحسب تكاليفه. لكن بصل راجع تفضل احسب تكاليفي وانتاجي على التكلفه اللي انا دفعت عليها. اجي اكسب بصل راجع يبقى انا بزود التكلفه اللي جايه وبعلم اللي جايه وهبقى متعسر، لان خصوصا في مصانع كتير بتعتمد على الطاقه بشكل جامد وكثيف. تمام. طيب حضرتك لما نخش على القصه بتاعت جمعيه مستثمر زي الدكتور ورينا، ايه الدور اللي بتقدمه المستثمرين وفي ظل ان في خلاف على المبنى والمنشا والارض السكنيه؟ والله هو حال جمعيه المستثمرين يعني القصه كانت في كلب محمد البنوفي تقريبا، وفي زي حال شعب مصر يعني يعتبر في نوع من انواع اصدار، يعني ما اعرفش انا حاسس كده ان في يعني متطلبات شخصيه، يعني كده زي ما يكون في طمع شخصي للمركز مع ان ما بياخدش حاجه، المفروض المركز ده تطوعي والناس بتعمله، يعني هو برستيج للي هيمسكه، يعني انا عارف انه ما بيستفادش حاجه منه. طب فضل صفوان سابق لما اتكلم في هذا كان برستيج ولا لا؟ انا ما كانش ليه علاقه بيهم قوي، خد رساله ومشي دوره وما كملهاش كده. ده عشان الثوره مش كده؟ صفوان سابق اللي هو في 2011 صفوان سابق دي تجربتين انا اعرفهم، تجربه في الصناعات الغذائيه في اتحاد صناعات هي الدوره الثانيه، قال لك مش هخش غير دوره واحده. يوم ما دخل برضه في جمعيه مستثمرين 6 اكتوبر قال لك دوره واحده مش هكمل الثانيه. والله انا بصراحه يعني انا هادي اللي عليا كله زي حضرتك في المصنع، انا عملت اللي عليا كله في المصنع خلاص، ممكن اشوف غيره هستثمر غير في غيره. انا ماليش علاقه بيهم قوي بصراحه، يعني مش معتمد عليهم في حاجه، علاقتي بيهم عن طريق جنيه. بيقولوا فرص بيعملوا، هو طبعا لون حلو بس مش عارف يعني حاسس انه ضعيف مش قوي. طب قصه بتاعت الاراضي بتاعت السكنيه بتاعت المدينه السكنيه اللي قبل المستثمرين وكده، وكان في اتهامات ان في بعض الناس خدت اكثر من قطعه تبع توزيع المصانع هنا بس ما خدتش خالص. هل حضرتك انت شعرت بالقصه دي ولا كنت؟ لا والله ما شعرتش بالقصه دي وما اهتمتش بالحاجات يعني كده، لان احنا كنا قبل كده قدمنا للجهاز ان احنا كنا نعمل مدينه سكنيه لعمالنا، لان احنا انا عن نفسي في مصنع هنا مأجر 60 شقه بره بعتهم من عمال اللي هم ابو عدا وكان نفسي انا اعمل 10 عماير او 12 عماره تبقى قريبه مني للمصانع، هتوفر عليا النقل والمواصلات وتخف الزحام وكده، بحيث ان انا اخلي العمال، انا عندي 1700 عامل، يعني انا كنت بفضل قاتلي اكتوبر ان هم يشتغلوا معانا، لكن طبعا مش مكفين الامانه اللي موجوده في اكتوبر، فلو نجيب عماله من فيوم والصف والله لغايه المنصوره عاملين خط. فكنت يا ريت والله كان نفسي اخد حته ارض اعملها 10 12 عماره واسكن الناس البعيده دي تبقى هنا جنبينا. حضرتك هنسال برضه القصه بتاعت التنميه بتاعت قناه السويس والقصه بتاعت المشاريع والاستثمار، قصه قبل الثوره قال لك لا ده الاقليم منفصل دلوقتي، لا عملنا خطه جديده وهنطور، ايه تفهم برضه حضرتك دي؟ والله هو انا كنت سمعت مشروع، انا شارك فيه برضه ولا باستثمارات يا ريت والله انا تعمل على طول بصراحه. ايوه هو لا ده هو موضوع ان هو يعني يعملوا مراكز ملاحيه ومشاريع استثماريه على خط القناه حاجه كويسه. في كانت مواضيع برضه خاصه بتعمير جنوب سيناء والجهه الشرقيه من سيناء بحيث ان احنا نعمل فيها منار سريه، دي كانت حاجه كانت اجمل واجمل. انا عايز اقول لك بس ايه، ان في معظم مناطق العالم في مستثمرين وخصوصا من الصين وشرق اسيا يتمنوا شويه
يعني لو متر ارض في مصر يقدروا يخشوا من خلاله يشغل الصناعه والتجاره. انا هقول لك ليه وضع مصر الاقتصادي مهم للعالم كله ونقول له محدش واخد باله. اول حاجه احنا متوسط 3 قارات، ما عندناش مشاكل بحريه مع دول الجيران، ما عندناش مشاكل بريه مع الجوار، عاملين اتفاقيه مع الدول العربيه بدخول الصادرات والواردات بدون رسوم جمركيه. لو اي مصنع مستثمر هيشتغل في مصر هيدخل ويصدر ويستورد بدون ما يبقى فيه عنده عائق الرسوم الجمركيه. احنا مشتركين في الكوميسا الافريقيه، يعني يطلع يخش على من اول الشرق الافريقي للجنوب الافريقي مجانا، عاملين اتفاقيه مع الغرب الافريقي. يعني اعتقد ان جميع منتجات المصانع اللي هتبقى موجوده في مصر اللي بتتصدر لدول الجوار او ما بعد الجوار هتبقى معفيه من الرسوم. يعني ده نوع من انواع التسهيل المعنوي اللي محدش فاهمه، الناس بره فاهمينه. احنا مؤهلين نبقى دوله صناعيه وكبرى، مش محتاجين غير لمسات مظبوطه. يعني انا اعتقد ان انا لما اعمل منطقه صناعيه جديده اهم عندي من السد العالي ومن الاهرامات. ده غالي؟ طبعا، لان انا بدخل بشغل ناس وبدخل ناس، انا بعيش في الحاضر، انما الحاجات دي بقت ماضي. يعني انا السد العالي انت الناس كلها فكرة ان هو 3% حجم الطاقه الانتاجيه بتاعته، يعني ربع محطه نوويه في اي حته في بلد زي الكاميرون ولا احسن منه. ده قرارات السد العالي بياخدها تلت طاقتها بياخدها مصنع واحد بتاع مصر الالومنيوم، اللي عنده بياخد تلت الطاقه بتاعتها، وقبل ما بتوصل اسوان بتكون خلصانه. صحيح. طيب الحاجه يا فندم المهمه برضو القصه بتاعت استثمارات حضرتك في الجنوب الافريقي في افريقيا والسودان لا انا بصراحه لما استثمر في مصر وانتم استثماراتنا في مصر يبقى بلدنا اولى. طب حضرتك عندك مشروعات توسعيه مستقبليه؟ طبعا عندنا، احنا في دلوقتي اتفاق مع تقريبا 4 دول اللي هي ماليزيا وهونج كونج والصين وتايوان، ان احنا هنعمل حاجه اسمها الالومنيوم سيتي في مصر. احنا مستنيين بس استقرار الاوضاع الاقتصاديه، هناخد مساحه ارض كبيره وهنعمل عليها مدينه الالومنيوم. هتبقى جميع من اول سمنه الالومنيوم للانتاج الخام لغايه ما يبقى منتج نهائي ويتباع سلع استهلاكيه لدول اوروبا وافريقيا. ده ان شاء الله في دماغنا تحت زي كده، واعتقد ان المشروع ده قوامه فوق المليار دولار. عاملين له دراسه وعاملين خطه، ومحتاجين ان احنا نقعد مع مسؤولين ما تكونش ايديهم مرتعشه، محتاجين نقعد مع مسؤول يفكر معانا ازاي نعرف نمسك الناس دي وندخل الاستثمارات دي. طب حضرتك المساحه المطلوبه قد ايه؟ اعتقد ان المساحه اللي مطلوبه في حدود 120 الف متر هتبقى كافيه بالنسبه لي. اعتقد انا عايز اقول لك على حاجه مهمه. يعني سملتر زي بتاع مصر الالومنيوم في نجاح حمادي اعتقد ان مساحته على 2500 فدان. ممكن اعمل سملتر يطلع ضعف انتاجه على 25 فدان بس. معقوله؟ من 2500 25 مفيش نسبه تناسب. لان ده طبعا مبني بالشكل، هو بيشغل عنده 10000 عامل، انا السملتر اللي عندي ممكن اشغله ب 800 عامل. طبعا انا عايز بس ايه اقول لك ان في افكار بقت احدث وفي تكنولوجيا احسن واحنا مؤهلين لكده. طب حضرتك بالنسبه للدراسه بتاعت الجدوى بتاعته، هل يكون في شركاء معاك ولا يكون اكيد بقول لك شركاء 4 دول رجال اعمال من 4 دول مستثمرين؟ نعم مستثمرين، مش حكومي يعني. لا 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 مستثمرين قطاع خاص. واقول لك انا على حاجه كمان، يعني انا مره حضرت اجتماع لجمعيه مستثمرين في هونج كونج عن طريق المحامي بتاعي هناك، لان كنت فاتح حساب هناك علشان استورد من الصين حاجات بشكل مباشر. فكنت قاعد معاهم، وكان انا اعتقد ان كان في حوالي لا يقل عن 300 مصنع كانوا مستعدين يجوا مصر، منهم 20 صناعه على الاقل جديده على مصر مستعدين ينقلوا. وانا يعني سنه 2010 قبل الثوره كنت طالب اقابل المهندس رشيد، ساعتها كان وزير الصناعه، علشان اتكلم معاه واذا كان في لجنه تبقى تاخد الموضوع ده بشكل جدي، ان احنا نبتدي نجيب المستثمرين دي لمصر وتخصيص مناطق صناعيه ليهم. الا ان طبعا بقى كان الثوره قامت واخقدت على احلام كثيره. طب ان شاء الله الفتره المستقبليه دي هتكون انت الشغل بتاعك فيها حضرتك؟ اعتقد من بعد ما يبقى في فتره كويسه بعد انتخاب رئيس الجمهوريه ومجلس الشعب، عشان يبقى في استقرار نسبي في البلاد. ان شاء الله على خير. ان شاء الله. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا يا فندم، وسعداء بيك ان شاء الله في طوالنا بتاع اخبار اليوم.
ونتمنى ان نتكرر تاني ان شاء الله. والله انتم محترمين وربنا يكرمكم جميعا. الله يخليك، شكرا.